مرحبا للكل. نسمة هي امرأة عراقية تواصلت معي مباشرة بعد اللقاء اللي عملته مع الشيخ الشيعي العراقي، وقالت لي كلامه كله كذب، وبإثباتات وأدلة عندها من امرأة عراقية عايشة جدا قريبة منهم وكانت منهم وفيهم، فحبت تشهد وتواجه الشيخ. طبعا نسمة مضطرة تغطي وشها حفاظا على نفسها حفاظا على أهلها لما نعرضها للمخاطر، بنفس الوقت تشهد وتقول كلمة حق. تفضلي نسمة، أول شيء خبرينا شوي عنك، أنت من العراق صح؟ اي نعم، أنا من العراق، من علي بغداد بالضبط. علي لي صوتك شوي بعد إذنك. أنا من العراق ومن بغداد بالأساس. طيب، شو اللي ضايقك بكلام الشيخ؟ الشيخ كان عم يحكي عن حقوق المرأة بالإسلام عامة وعند الشيعة بشكل خاص، قد ايه المرأة أخذة حقوقها، قد ايه معززة مكرمة، حتى ادعى إنه هن بيحطوها بالبيت مو حبس لها بقدر ما هو خوفا عليها من أشعة الشمس في الصيف ما تلطشها. فأنت شو اللي ضايقك بهذا الكلام؟ صراحة أنا يعني من سمعت الكلام يعني ما تحملت، قلت لازم أطلع وأحكي الوقائع والأشياء اللي تصير بالعراق، وأني راح أحكي من منطلق إنه أنا عراقية وبلهجتي راح أحكي، ورد على الشيخ أحمد الإمام اللي طلع أتكلم حكي ما له علاقة بالواقع نهائياً. حضرتش لو تجين تشوفين الوضع بالعراق يختلف اختلاف تام عن اللي كان دا يقوله، كان دا يحكي أشياء يعني مثالية، ماكو هيجي شي بالعراق وبالذات من ناحية الشيعة. أني أساسا أني شيعية، حتى لا يقولون إنه هي سنية ودا تحكي على الشيعة، لا لا لا، أني أساسا شيعية ومن منطقة شيعية، وأقدر أقولكم أني من منطقة البلديات، نهاية البلديات اللي قريبة من الحبيبية، وهاي المنطقة كل الناس يعرفها، بس العراقيين أكيد راح يعرفون هاي المنطقة إيش حد سني يطبيها، يعني ماكو سني يدخل بهاي المنطقة. زين، طيب، انت فاللي شيعية، هلا انت لهلا شيعية ولا طلعتي من الشيعة؟ كيف بالضبط؟ أنا عندي أفكاري الخاصة صراحة، يعني أكو أشياء ما مقتنعة بيها بالشيعة وأكو أشياء ما مقتنعة بيها بالسنة، فيعني إنسان لازم يكون الله ليش ميزنا عن حشاش الحيوانات، أنطانا عقل نفكر ونعرف الشيء الصح من الخطأ. فما أقول لك كل الأشياء الموجودة بالشيعة هي صحيحة، ولا كل الأشياء الموجودة بالسنة صحيحة، من الطرفين تشوفين أشياء غلط، فإنسان لازم يحكم عقله نعم، ويشوف الصح من الغلط. فأنت يعني ما زلت شيعية وإنما لا تؤمني بكل ما يؤمن فيه لا الشيعة. لا، أنا إنسانة سوية وعقلانية، وأحكم عقلي أمشي على اللي الواقع والعقل شي يقول لي، مو أشياء خرافية وما تتماشى ويا الوضع الحالي ويا التحضر والحداثة اللي إحنا دا نعيش بيها. طيب، يعني أكو أشياء مستحيل نقدر نعيشها بهالواقع. خليني لنختصر وقت. الشيعة كيف بيعاملوا نسوانهم بالعراق؟ خلينا نحكي عن الشيعة لحتى يعني السنة في مين بيمثلهم أساساً. وقتها الإسلام السنة اعترضوا على الشيخ الشيعي ما بيمثلنا، لا تحكي إنه هذا مسلم مثلنا. خلينا نحكي عن الشيعة، كيف طريقة معاملتهم للمرأة؟ قديش فعلاً هن بيحترموا المرأة، بيحافظوا على حقوقها بالميراث، زوجها قديه بيكرمها؟ تفضلي. تدرين شنو يعني قبل ما أبدأ حكي عن هذا الموضوع، شوفي بالنسبة للشيعة إذا تجين تقولي لهم مثلا هو كان الشيخ أحمد الإمامي كان دا يقول هاي الأشياء، هذا مذكور بالقرآن، هذا مذكور بالقرآن. أنا يعني بس أريد أسأله سؤال، أنت تؤمن بالقرآن؟ أنت أساسا تؤمن بالقرآن؟ أنت ما تؤمن بالقرآن. لو يجي صادف أنه مثلا أنه يريد يحلف، يحلف على فد شي مثلا يريدون انه يحلف، فش راح يسوي؟ يقولوا له احلف بالقرآن، يحلف ما عنده مشكلة حتى لو كذب، الله ممكن ينزله حتى لو كذب عادي ما عنده مشكلة، بس ارد اقول له تعال احلف بالعباس، احلف بالحسين، احلف بعلي، كذب، مستحيل مستحيل يحلف لك بهاي كذب. فشي يسوون مثلا اذا شي صرف لهم موجود بالقرآن يصرف لهم على مثل ما هم يريدون، يقول لك لا مو هذا مذكور بالقرآن، هو أساسا ما يعترف بالقرآن،
وإذا ما مذكور، إذا مثلا بالأحاديث راح يقول لك لا هذا مال أحاديث، وإذا مثلا بالقرآن وما يصرف لهم يقول لك لا، مو احنا عندنا مرجعية، احنا نمشي على المرجعية. زين، يعني هم عندهم الشيخ أفضل من القرآن، وحتى ممكن يحلفوا بالقرآن كذب إذا ليمشوا. اني حوادث ياما وياما صايره بيا، يحلفون بالله كذب، يحلفون بالقران كذب، بس قولي له شتف ايدك للعباس واحلف بالعباس كذب، يقول لك لا العباس يشور. زين، طيب انا طيب دا احكي لك مثل ما هم يحجون، ما بدي يعني اتهجم على 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 الشيعة كدين وطائفة، انا فقط يعني حبيت افهم منك اكثر على العلن، ردا على الشيخ اللي قال انه الشيعة يكرمون المرأة والاسلام يكرم المرأة. هلا انت وضحتي لنا صورة انه هن يعني نوعا ما ما بيعترفوا حتى بالقرآن. لا، عندهم طيب المرجعية، هم الأساس، المرجعية أساسا خبريني هم عن المرجعية. معادلة مثلا الأب، لا يعني ما بدي اياك تفوتي بحياتك الشخصيه لانه ما بدي حدا يعرفك، كونك اعطيتي شوي تاني بتعطي عنوان البيت يعني انت، بس إيه، لا يعني ما يخالف، ما يخالف، بشكل عام أنا بشكل أقول عام على مود، يعرفون أني، أساسا يعني من عندهم، منهم وبيهم، حتى يعرفون أني مو جاية عايشة الواقع، نعم أني ما بس جاية أحكي مثاليات. نعم. طيب هاتي خبريني باختصار كيف بتتعامل المرأة الشيعية من وقت هي طفلة ببيت أهلها كدراسة، مسمح لها تتعلم الميراث، بتاخذ حقها مثل الذكر بالميراث، بالزواج هل تضرب أو ممنوع ضرب المرأة بالشيعة؟ تفضلي خبريني. شوفي، بالنسبة للطفلة نبدأ من مثلا من الرضيعة. هسه تقولي لي ليش الشيعة، تقولي لهم خميني، الكل يعرفه مرجع وإمام بإيران، بس هو مرجع مال الشيعة، مرجع قوي. زين، تقولي له خميني يقول لك لا هذا إمام قدس الله سره. زين، الإمام الخميني ايش قايل؟ الإمام الخميني قايل في كتاب تحرير الوسيلة صفحة 221 مسألة رقم 12، لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما، أو دواما كان أم منقطعا، يعني النكاح. وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. نعم، يعني هذا الكتاب شو اسمه الكتاب اللي عم تقري منه؟ كتاب تحرير الوسيلة صفحة 221 نعم، موجود فهو سمح للشيعة التمتع بالطفلة بدءا من الرضيعة لعمر بدءا من الرضيعة، بكل الطرق، يعني هو هذا يعني 9 سنوات. هو يعتبر تحرش بأطفال، المفروض عقوبته السجن. زين، يعني هو بحد ذاته بنية 9 سنوات، هي بحد ذاتها هي طفلة. نعم 9 سنوات انت بنظرك شنو نعم ستناقي؟ لحد ال 15 طفلة، لحد ال يا 15 15، والله لل16 17 هم اطفال ما يفتهمون، اكو قسم من عندهم. يعني اقول لك ممكن هسه هالوضع شوي يختلف ممكن، بس 9 سنوات لا حد يجي يقنعني طفلة عمرها 9 سنوات تفتهم شنو معنى زواج، نعم ودعتش كل شيء ما تفتهم، طفلة، خام. زين، هاي ممكن يتزوجها ويطق بها، يعني ينكحها. هاي الطفلة 9 سنوات شنو، مصير هاي الطفلة 9 سنوات؟ دعنا من هاي 9 سنوات، هاي مشيناها. زين، وسائر الاستمتاعات الأخرى مثل اللمس بشهوة والضم والتفخيذ لا بأس بها حتى في الرضيعة. زين، هاي رضيعة لك، هذا يا دين يقبله، يا مذهب، يا قومية، يعني حتى العقل ما يعقله. طفلة رضيعة ممكن أنه يجي رجل يتحارش بيها، قصة وبس زواج ممكن. المتعة عند الشيعة يا يعني نسمع، هل مظبوط فعلا انه عند الشيعة في شيء اسمه زواج متعة بعقد معين لمدة يوم شهر سنة إلى آخره؟ شوف اللي يجي يقول لك زواج المتعة ما صاير بالشيعة، هذا كذابة من كذاب. أنا شيعية وأنا عايشة وياهم وأعرف كل الزين. أقول له هذا الشيخ، شيخنا أحمد الإمام بلا زحمة، أنت بالنجف كم مكتب مال زواج المتعة أكو بالنجف؟ خليه يجاوبني. وشنو اللي يصير، الحوادث اللي تصير بسبب زواج المتعة؟ خليه يطلع يحكي اشو احكي لنا، مخبي. ما بدي ارجع له هذاك الشيخ. زواج المتعة، هو زواج محلل عند الشيعة، اللي يقول لك مو حلال كذب، ماكو هيك شيء. هو حال الزواج الاعتيادي، هو اثنينهم يسموه عقد نكاح
هذا أكبر إهانة للمرأة، إنه عقد الزواج اللي هو زواج مقدس قدام الله، تكوين عائلة، يسموه عقد نكاح. زين، نعم هو عقد نكاح زواج المتعة، حالة حال الزواج الاعتيادي. فرقه عن الزواج الاعتيادي إنه إلى مدة محددة، ساعتين، يوم، يومين، شهر، شهرين، هاي إلى مدة نعم زين تنتهي، وإلى مبلغ تنطيه للمرأة حالة نعم حال شو اسمه هذول الحش السامع الموزينات مال الشارع، تنطيها فلوس وينام وياها عادي، يعني نفس الشيء زين، ماكو فرق. والفرق الثالث انه العدة، العدة تعرفين شنو العدة؟ هاي اللي يلزموها النسوان ورا ما مثلا تصير أرملة او نعم تتطلق هي المدة المحددة بينما المرأة يعني تقدر تتزوج بعدين. نعم اي، العدة مال الزواج الاعتيادي 3 شهور، بينما العدة مال زواج المتعة شهرين بس. هذا فرق الزواج الاعتيادي عن زواج المتعة. ها، واكو شغلة يقول لك لازم الأب يوافق. في متعة جماعية ولا فقط فردية؟ لا أنا ما سامعة ليش واحد يكذب ويجيب حكي منا ومنا. لا، اللي شفته بعيني واللي صادفني، وأني كان عندي صديقة ما أعرف كم مرة متزوجة زواج متعة. زواج المتعة محلل، طب انا ويجي بعرف انه الشيعة الشيخ عادة يقرأ عليهم اذا لقطوا بنت مثلا عاملة عيبة ممكن يقتلوها، ممكن يذبحوها، ممكن يرموها على طبعا. الشريعة الإسلامية، فكيف بنفس الوقت بيرضى الأب تتزوج بنته زواج متعة مقابل مبلغ معين بتقبضه، بنفس الوقت ممكن يذبحها في حال زنت؟ ما هو هذا زنا كمان. هذا ما يعتبره زنا، ويجي الشيخ يقرأ عليها، ها هي تتبرك وتتحلل بعد، خلاص ها هي، يجي شيخ من المرجعية مالتهم يجي يقرأ عليهم وخلاص هاي تحللت. طيب سؤال ثاني يا نسمة، خبرتيني عن امرأة تزوجها واحد من العيلة، هي كانت صديقة لإلك وضاجعوها كل اخواته وحتى ابوه، وهي المرأة، خبريني اكثر عن قصتها لانه ما فهمت يعني تحديدا، ولا فهمت ليش القانون ما بيحاسب هيك وضع. شوفي، هاي المرأة خطية نعرفها، تزوجت في يعني صراحة عروسة يم ناس عائلة قاعدين بمنطقة ألف دار، وهاي العائلة مشهورة والناس كلها تعرفها. هم 4 أخوة وأب، زوجة الأب زوجة ما عنده، يعني هو عنده بس هال4 ولد، زوج ولد واحد فقط. زين، هاي المرأة ورا فترة من الزواج، ورا سنة تقريبا، قاموا شنو، ال4 أخوة ما عدا زوجها، يعني 3 أخوة البقية ينامون وياها، وأبو زوجها همينة. حتى قالوا لها يابا هاي شلون يصير، مو هاي خطية. قامت تشتكي المرأة، قامت تحكي أني شلون هيك جبتوني كنا بالبيت تالي ما تالي 4 أخوة ينامون وياي، وأبو زوجي همينة، وكله يغصبوها غصب وينامون وياها. خلفت أطفال، الأطفال ما تعرف من منو الأطفال. أما زين، اي، هيجي حالات يعني تشوفين هواية، يعني ما احكي لك. يعني ليه عند هذا الشيء عند الشيعة فقط ولا بالعراق بشكل عام؟ يعني شو اقول لك، هاي العائلة كانت شيعية، ليش اكذب، هاي العائلة كانت شيعية، وهواية امور يعني تشوفين اللي بيدفعوا مصاري مرة واحدة بيتجوزوا المرأة يقول ليش والأخوين لهم بيناموا معها الرجال يقول بالبيت، احنا حتى الأب جبنا حماها. عروسة، جبنا عروسة واحدة كافي صرفنا عليها، على شنو نزوج البقية؟ هذا الأب هيجي كان يقول، وبتحبل من الأخوة كلهم ومن الأب وما بتعرف ابنها هو وما ابن تعرف مين. أصلا الأطفال منين، ما تعرف الأطفال منين. طب زين، لو اشتكت للقانون يعني شو ممكن يصير؟ شوفي، القانون ضد المرأة بكل الحالات. يعني ذاك اليوم قريت قوانين على ضرب المرأة إذا راجدي، وإذا يعني راجدي قصدي كيف، إذا ما تفتهميها راشدي شنو، يعني إذا ضربها كيف، أو ضربها مثلا سوالها عاهة، أو ضربها ضرب خفيف، كله إلى قوانين. يعني ضحكت على هاي القوانين، لأنه أني ما سمعت يوم من الأيام أحد طبق هاي القوانين صراحة. المرأة من تنضرب يقولوا لها عيب، شنو أنت رايحة تشتكين على زوجك، مو عيب، ايه، هذا زوجك. كل الدول العربية هيك بيحطوا قوانين الدولية الإنسانية وإنما التطبيق وفق بس الشريعة. للأمانة، للأمانة أحكيها، أنا فترة عشت بشمال العراق، ما أريد أقول كردستان، هي مو كردستان، شمال العراق.
عشت فترة هناك، هم استحدثوا بالفترة الأخيرة يعني دائرة جديدة لضمان حقوق المرأة، وكان أكو نسوان تتعرض إلى ضرب وإلى اضطهاد من أزواجهم، وكانوا يروحون يشتكون عليهم والقانون يوقف وياهم. هاي شوفت عين شفتها أني زين، وهاي هم بالفترة الأخيرة مو من زمان كلش، بس واحد يحكي الحقيقة هاي كانت اللي شفتها. مع العلم أكو حالات جرائم قتل. الشيخ كيف قال انه مثلا بالسواك قال بيضربوها، بيجيبوا السواك وبيضربوها هيك اللي بالسواك، شو شفت لينا؟ ضرب يملخوها كتل دخيلش يا سواق، والله يملخوها كتل، يزورقوها ما يبقون حال بيها. ليش هي المرة شنو؟ ما زين تعال هنا انا خلي اقول لهذا الشيخ، قعدات الفصل، قعدات الفصل اللي تصير زين، شنو هاي قعدات الفصل؟ انت سامعة قعدة فصل يسوون يفصلون ياخذون النسوان مال الفصل؟ لا والله خبريني يعني شو هي عدة شوفي الفصل. هاي قعدة فصل مثلا اذا صارت مشكلة بين عشيرتين يسوون قعدة فصل، الفصل يا اما ياخذون نسوان يا اما ياخذون فلوس يا اما ياخذون حشاش حيوانات، مثلا اذا غنم عندهم فتشي ياخذون من عندهم، يعني دية مثل يعني ياخذون من عندهم، عرفت شلون؟ يعني إذا عشيرتين بيناتهم دم أو بدهم شيء ايه من بعض صار مشكلة بيعملوا فصل وبياخذوا قبيلة، إما مصاري أو حيوانات يعني ماشي ايه وغنم وكذا، أو تمام، نسوان. او نسوان انت نسوان شايفة المرأة اللي يعني يجيبوها بياخذوها بيعملوا لها عقد نكاح ولا بياخذوهم أسيرات ولا شو؟ لا لا شوفي ياخذوها على اساس يتزوجوها وما يسوون زواج، اي بس شنو تتعامل حشاش معاملة القندرة زين، والله العظيم شوفت عين شايفة نسوان ماخذينهم مال فصل، لا تشوفين خدادين يعاملوهم بالبيت مثل سبية يعاملوها، بس أوه. للأمانة يتزوجوها اي لأنه جايبينها هي يعني مثل السبية هي عافية حالة حال السبية، يحجون عس انه ما يعني اذا اقول لك بكل الاطراف اكو يعني خلل واكو اخطاء، هسه السنة همينة ما سبوا النسوان، ما شفتي بالموصل ايش سووا السبي مالتهم فلس، صار عندهم سوق نخاسة يبيعون نسوان يزيديات ومسيحيات اللي اخذوهم من القرى اه زين. نعم. طيب يا حبيبتي انا بتشكر كثير، في شيء كمان حابه تقولي؟ يعني بدي اتشكر جرأتك، يعني انا بعرف انه مغطيه وشك. في عالم قال عم يكذبوكي انك مانك شيعيه، هن طبعا هذا هي من الفراغ، اليوم لما بتكون فارغ ما بتعرف ترد عليا بتقوم انت بتكذبها، وهي الصفات اللي عم توصفوها زين أنا للفراغ. مو شيعية، تعال تعال قل لي بالنجف من نصير ثواني يا زيارة. حبيبتي، الصفات اللي عم توصفوها لنسمة هي صفات أمك وأختك تماما، شو بتريد ينوصفوا، وصيف هاي المرأة اللي طالعة عم تحكي من وجع، لا ذكرت اسم شيخ ولا ذكرت اسم شخص بعينه ولا عندها عداء شخصي مع حدا ولا ما طلعت عندي عداء شهرت بعيلة، أبدا، وحتى الأمثلة اللي عطتها ما ذكرت لا اسم عشيرة ولا حدا. فواحد منكم بيحط لسانه بحلقه وبيخرس وبيستحي من حاله وبيحط راسه بالأرض على هالسمعات هي اللي موجودة عندكم، وروحوا جربوا صلحوا هالقرف اللي عندكم بدل ما تتهجموا على كل مرة بتطلع بتشتكي. نسمة شو حابة تقولي بالآخر؟ صدقي شوفي هذول يعني أنا لأن حكيت الحقيقة هسه صارت ضجة، لأن حكيت الحقيقة هذا الشيخ أرد أقول له بلا زحمة، يعني أنت احكي لي النسوان من تروح زيارة مال الأربعينية مال نجف كم وحدة يتحارشون بيها؟ أكو مرة تطلع سلامات من الزيارة بدون ما أحد يتحارش بيها بالحكي أو بالإيد؟ خلي بس يجاوبني على هاي، ما عدا هاي التحار لا يقول لي ها والله المرأة، هذول السنة يقولون المرأة المغلفة مثل يعني حلوى مغلفة، إذا مغلفة ما يلتم عليها الذبان، وإذا ما مغلفة يلتم عليها الذبان. يا أخي إذا أنت حاسب نفسك ذبانة زين هاي مشكلتك، إحنا مو مشكلتنا، إحنا بشر، إحنا ناس أو آدم عندنا عقل نفكر، يعني إذا مجرد هاي الوصلة اعتبرتوها شرف ذبيتوها على رأس المرأة، يعني ها ياما وياما احنا شفنا نسوان على اساس ال شو اسمه ذابين ربطه على راسهم، وتعالي شوفي المشاكل اللي يسووها، يعني هي الربطه مو اساس انه خلاص هاي ذبيت ربطه وخلاص، يعني انه صار شرف، ها هي هذا الربطه شرف، ربطه مو شرف يا اخي زين.
نعم. طيب نسمع، أنا بتشكرك لوقتك وبتشكرك لجرأتك. يعني أنت اليوم حكيتي مو وجعك وحدك، حكيتي يمكن وجع آلاف آلاف العراقيات اللي ما بيسترجوا يعملوا مثلك حتى وهن مغطايين وما بيسترجوا يحكوا. وبتشكرك كتير، بدي ودعك، بدي أطلب منك تسكري من عندك بعد إذنك. تسلمي تسلمي ست ماجي، وشكرا على الوقت اللي انطيتيني اياه وخليتيني احكي بيه ولو جزء بسيط من اللي اعرفه. واجبي واجبي، انتبهي على حالك وبتمنى تسكري من عندك. شكرا شكرا، اهلا وسهلا، مع السلامة. اهلا فيكي، باي باي. طيب بدي اول شيء لكم، هذا كان رد امرأة عراقية على الشيخ العراقي اللي طلع تنطح وادعى بحقوق المرأة العراقية عامة وحقوق المرأة المسلمة خاصة وحقوق المرأة الشيعية على وجه التحديد. أنا يعني بكتفي بهذا الرد، وبتمنى انتبهوا اليوم مو تشفي أديان ولا لحتى حدا يثبت أنه دين أفضل من دين، أو تعالوا شوفونا نحن أعدل للمرأة عنا أقوى متحررة، لا 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 لا. هي المرأة العراقية هي بشر بالنتيجة مثلك مثلها، فاليوم لما أمك وأختك معتبرين عورة أنت بحد ذاتك عورة، لما أمك وأختك ما أخذين حقوقهم فأنت مغتصب أساساً، لما أمك وأختك ما بيقدروا يطلعوا بالشارع وهن مكشوفين خوفاً من أنه حدا يتحرش فيهم فأنت مخصي أساساً، ما حدا عامل لك اعتبار وقيمة. فاليوم مطلوب من الرجل العربي عامة، خلينا نقول كون رجل وقدر احمي حرائرك واحمي نسائك، وما حدا بيسترجي يقرب منهم لو كل واحد حافظ على حاله وعلى شرفه بعدم المساس بشرف الآخرين وبنساء الآخرين، كان الوطن العربي أساساً بعيش بأمان وسلام. مثل ما قالت، حتى بالأماكن العبادة الدينية تتعرض المرأة للتحرش، فالغطاء ما نعشي ولا هو ستر ولا هو المصاصة المحافظة على حالة من الذباب. تبقوا بألف خير. في نساء طبعا كثير تواصلوا معي، هاي منى ما المرأة الوحيدة، ولكن القصص اللي كان عندها ياها نسمة خلتني طالعة، بينما الباقين فقط مجرد شتموا الشيخ وقالوا عنه كذاب وقالوا انه مجرد طالع ينافق ويبين حاله بشيء ما بنتمتع اساسا فيه بالعراق. روحي شوفي النساء التي ترجم، الرجال ما في رجل رجم ابدا بتهمة الزنا، فقط النساء في العراق ترجم وتذبح وتحرق في بعض المناطق للأسف. تبقوا بألف خير والله يخلصنا. باي.